أنا محمود السقا، المتحدث الإعلامي للحملة الرسمية للسيد حمدين صباحي. إحنا النهاردة كان عندنا مجموعة من التجاوزات، يعني وصلت لحد الجنون والهستيريا في التجاوزات والتعامل بمنتهى القمع وعدم الحيادية من أجهزة الدولة، اللي أثبتت النهاردة إن هي واقفة في صف مرشح معين عشان يكون هو مرشحها الفعلي، وعشان شايفاه إن هو ده اللي عاوزينه يبقى الرئيس، واللي كانوا عايزين إن الانتخابات دي تبقى استفتاء عليه، ما تبقاش انتخابات نازية وحرة، وده كله يتحمله السيد المستشار عدلي منصور الرئيس المؤقت والسيد رئيس الوزراء إبراهيم محلب، لأن الناس دي وعدت إن هي هتكون انتخابات حرة نزيهة، ولكن أثبتوا عدم حياديتهم وأثبتوا كذبهم وتضليلهم وأثبتوا إنهم يعني ماشيين بمنهج واحد، وهو اعترافهم إن في شخص واحد هو الرئيس غصب عن الشعب وغصب عن إرادة الشعب وعن إرادة الثورة. النهاردة إحنا اتفاجئنا إن في بداية اليوم تم القبض على أحد أعضاء الحملة، هو شاب يدعى فهد، ده كان مندوب الحملة في الوراق. القاضي قال له إن التوكيل بتاعه مزور، ده مش حقيقي، لان كان التوكيل محطوط عليه اسم ختم اللجنه العليا للانتخابات. راح لشاب اسمه احمد حنفي، ده محامي عضو اللجنه القانونيه بالحمله، تم التعدي عليهم لفظيا وجسديا، وتم سب وقصف السيد حمدين صباحي من قبل ضباط الجيش اللي كانوا موجودين امام كل الناخبين، وتم اقتياد احمد حنفي الى اسم الشرطه، وبعد كده تم ترحيله الى النيابه العسكريه، والتهمه كلها ان هو منتمي للحمله الرسميه للسيد حمدين صباحي، ما احناش عارفين ايه التهمه بتاعته، عشان ياخدوا محامي ويحولوه لنيابه عسكريه. اتفاجئنا في محافظه القليوبيه ان في مركز مدينه شبيل قناطر في قريه طحا المستشار سيد لاشين المستشار العام للجان اللي بعتها اللجنه العليا عشان خاطر يراقب على اللجان في المحافظه، انه مدخل 2 اجهزه لابتوب داخل اللجنه للسيد المرشح المنافس، وطرد مندوبينا من اللجنه، ولما راح له مسؤولين الحمله في مركز مدينه شبيل القناطر قال لهم ان ده مش عارف اعمل لكم حاجه، وعطلهم وتعنت معاهم جدا في انه يعمل لهم محضر، ورفض يعمل لهم محضر بالواقعه، وفضل الشباب مندوبينا بره ومندوبين المرشح جوه معاهم اجهزه لابتوب وبالتيشيرتات بتاعته جوه، وقال لهم اللي تعرفوا تعملوه تعملوه، وسابهم ومشي. في قريه كفر الشوبك بنفس المحافظه وبنفس المركز اتفاجئنا ان في مستشار اسمه مستشار علاء فتح الباب، انه بيطرد مندوبينا من اللجنه وبيقول وبيدخل مندوبين المرشح المنافس وبيقول لهم ايوه هي بلطجه وانا مع السيد المشير، واللي تعرفوا تعملوه تبقوا تعملوه، وطرد الشباب وقال لهم اللي هيقرب هنا انا هسجنه وهضربه بالنار، والشباب خافت ومشيت. النهارده في البحيره شاب من شباب الثوره وهو مسؤول عمل الجماهيري بحمله مرشح الثوره ابراهيم الشيخ، تم القاء القبض عليه برضه، كل التهمه ان هو منتمي لحمله السيد حمدين صباحي، وجمله من الانتهاكات والتجاوزات في حق حمله السيد حمدين صباحي بشهاده وعلى مرأة ومسمع من اجهزه الدوله سواء قضاء او شرطه او جيش. شفنا القضاه وهم بيرقصوا فرحانين قوي لتأييد السيد المرشح المنافس، ما شفناش ان هم واقفين كقضاه، لا طبعا ما كانوش قضاه ابدا، ما كانش اللي واقفين ضباط شرطه ولا ضباط جيش، لا دي ناس جايه بتدعم مرشح بعينه، لو طالوا ان هم يدخلوا ينتخبوه كانوا انتخبوه. هم كل اللي بيعملوه بلطجه على مندوبينا وعلى اعضاء الحمله بتاعتنا. اتفاجئنا بالانتهاكات والتجاوزات دي، وده طبعا احنا متوقعينه، لان هم اتفاجئوا النهارده بمدى ضعفهم، كانوا بيوهموا الناس ان هم اقوياء وان المرشح بتاعهم هيكتسح وياخد غالبيه، فاجئوا النهارده ان مفيش غالبيه ومفيش اي شعبيه خالص. ده اللجنه العليا اصدرت بيان ان لحد العصر كده تقريبا كان خرج 3 مليون مواطن، وده طبعا يعني عدد ضئيل جدا وضعف وفشل ذريع للدوله اللي كانت بتحشد وبتجهز للمرشح ده. اتفاجئوا ان هو ما فيش اصلا شعبيه، وبالتالي جات لهم حاله هستيريه وحاله جنون في الانتهاكات والتجاوزات ضد حملتنا، لان هم ما عرفوش يتصرفوا في ده. ولكن احنا بنقول ان شاء الله ده دليل على قوتنا ودليل على ان المعركه، هم كانوا بيقولوا المعركه محسومه، بالفعل هي محسومه، ولكن ليس لمرشح الدوله، مرشح نظام مبارك، مرشح فاسدين رجال مبارك، ولكن هي محسومه لصالح مرشح الثوره السيد حمدين صباح
باللي احنا شفناه النهارده، احنا تاكدنا ان شباب الثوره هم اللي هيقدروا يحسموا العمليه كلها ويحسموا المعركه، لان احنا عارفين طبعا ان عندنا الشباب عددهم اللي هم من سن 18 سنه لسن 40 سنه عددهم يتعدى 31 مليون، دول لو خرجوا ان شاء الله، وهم بالفعل ابتدوا يخرجوا النهارده في نص اليوم وعدلوا كفه الميزان جدا، واثبتوا قد ايه ان شباب الثوره ما بيخافش، ما بينكسرش، ما بيهربش وقت المعارك، واثبتوا ان دي معركه ثوره ومعركه جيل، معركه حلم، معركه مستقبل، هي معركة مرشح الثورة السيد حمدين صباح. فالنهاردة ان شاء الله وبكرة الشباب دول هيثبتوا قد ايه ان دي معركتنا ومعركة الحلم، وهننتصر وبالفعل المعركة محسومة للسيد حمدين صباح، هو رئيس مصر القادم ان شاء الله.